مهلب مهلب سواحل 310 ينادي كيف تسمعني يا جماعة؟ واحد جيد مهلب سواحل 310 حاليا بقيادة الرائد يعقوب الكندري، كذلك حاليا استمرار من القاعدة باتجاه كبر. للعلم كذلك مهلب معانا وفد، وفد من برنامج الدرية، هل استلمت؟ طبعا الحين احنا متوجهين من قاعدة صباح الأحمد موجودة بالحمباس لغاية جزيرة كبر، المسافة تقريبا مسافة 20 ميل، هذه كلها تعتبر من المياه الإقليمية، وبعد جزيرة كبر إن شاء الله مسافة 12 ميل راح تكون المياه الإقليمية، وبعض ومن وراها هني احنا ندش في المياه الاقتصادية ومياه الصيد، فإن شاء الله راح نحتاج ساعة إلى كبر، ومن ثم إن شاء الله راح نتوجه إلى المياه الصيد، وراح تشوفون إن شاء الله اللنجات وطريقة الصيد وطريقة تعاملنا معهم بإذن الله. اليوم نتوفق في الرحلة بإذن الله إن شاء الله، اللي هي طالعين ومتجهين إلى لنج راح يكون في المياه الاقتصادية. صحيح. وبيكرف ربيان إن شاء الله. إن شاء الله عاد توالمة الشعابية ولا بإذن الله الثانية العودة. العودة إن شاء الله. العودة إن شاء الله. منعيرة إن شاء الله. اي رحلة صيد سواء كانت حق الجر الخلفي بالكوفة او الصيد او الحداد لها شروط لها ضوابط، واحنا اليوم راح نتعرف على الشروط والضوابط حق اللي حاب يدش في صيد الربيان. احنا في البداية لما نفتش على اي سفينة صيد تقوم بالصيد بواسطة الجر الخلفي لصيد الربيان، نتأكد من قانونية شباك الصيد من ناحية قياس الفتحات، وإذا كانت الشباك المستخدمة فعلا لصيد الربيان أو أنها شباك لصيد الأسماك. الأنواع أكثرها اللي موجودة عندنا هي تصير الشحامية أو المنعيرة. هذا الربيان المستزرع يصير لونه شوي أغمج، أغمج اللي هو نفس الربيان السعودي. أيوه. إحنا هنا أبو عبد الله في الكويت اللي حسب الدراسات مو موجود الا الربيان الشحامي والربيان الجامبو، هذا اللي متوفر اكثر شيء اللي قاعدين نشوفه، الربيان الباجي يعني ما شفناه، بس ممكن يكون موجود يعني، بس اللي ظاهر في الظاهر ينزل السوق الشحامي ومن غيره. على يسارنا جزيرة كبر، قطعنا تقريبا 20 ميل من القاعدة البحرية لخف السواحل، ومن بعد جزيرة كبر راح نقطع 12 ميل إلى 13 ميل بحري، راح نكون في نهاية المياه الإقليمية الكويتية، ومن بعدها ندش المياه الاقتصادية الدولية، وهناك راح يكون صيدنا للربيان. طبعا دور إدارة عامة خفر سواحل في حماية المياه الإقليمية دور أساسي، كذلك بالتعاون مع أخواننا في القوى البحرية. من ناحية التأمين عندنا الزوارق ممتدة من الشمال إلى الجنوب، كذلك عندنا الجزر عليها مراكز تابعة لإدارة عامة خفر سواحل،
وتعتبر نقطة انطلاق لبعض زوارقنا وكذلك لبعض الطراريد الاحترازية لتأمين المياه الإقليمية من الشريط الحدودي إلى الشريط الساحلي. طبعا دخول اللنجات وخروجها يكون تبع آلية اللي هي يطلع من النقعة يمر على الدوبة النقطة الثابتة النقطة العايمة اللي موجودة عندنا، يتأكدون نتأكد من الهويات من الأوراق من الثبوتيات كذلك من تصاريح الدخول والخروج، وكذلك نحرص أن يكونون حاملين لمعدات الأمن والسلامة كاملة. يتم أخذ اسم الطاقم وكذلك اسم اللنج والوجهة اللي متوجه لها وكذلك متى موعد الرجوع، وبالاشتراك مع المنظومة الرادارية هي اللي يتم من خلالها مراقبة جميع الأهداف في المياه الإقليمية الكويتية. وصلنا إلى نقطة الالتقاء ما بين المكان اللي اتفقنا عليه 12 ميل بحري من جزيرة كبر وعبدالله هذا اللنج، والحين إن شاء الله بنكون وياهم وراح نبدي حلقتنا بالجر الخلفي ونشوف شلون طريقة الصيد من أول ما يجهزون الشباك لما ينزلونها ولما يسحبونها إن شاء الله. وهذا الرائد يعقوب ما قصر، كابتننا وقائدنا في هذه الرحلة. عبد الله هذا طبعا من ضمن الاشتراطات الكل يكون لابس اللايف جاكيت، نحبس لايف هذا احنا لبسنا والطاقم هم لابس، وان شاء الله راح الحين نتوجه من الزورق سعيد الى اللنج. طبعا اكيد احنا لتامين ونقدم بعض النصائح لاخواننا الصيادين، الالتزام بالقوانين وكذلك الالتزام بمعدات الامن والسلامه خلها موجوده دائما معك، كذلك في حال وجود اي مشكله واجهتك في البحر لا تتاخر ويتم التواصل مع عمليات اداره عمل خفر السواحل بالرقم 1-820-380. كذلك يكون عندك جهاز الـ 16 الـ VHF شغال في حال احتجت أي مساعدة، راح يتم إن شاء الله التواصل معك وراح توجه لك الدوريات في أقرب وقت ممكن بإذن الله تعالى. جوهرة الصباغة ثلاثة، هذا اللنج اللي احنا حاليا عليه واللي بنكرف الربيان من خلاله، خلكم ويانا. شفتوا معانا الطريقة اللنج وهو يطبج على الزورق، الماي مو راكد في الاغلاقة وفي الاوى شوي، فهذه العملية صعبة وتتطلب الى دقة، واهم شيء في هذا الامر السلامه عشان لا يكون في اصابات. الثروه البحريه طبعا بالاشتراك وبالتعاون مع اخواننا في الثروه السمكيه دائما نحاول ان نطبق جميع القوانين لمنع صيد الجائر في الكويت والحفاظ على البيئة البحرية. سبحان الله من طبع الروبيان بالذات يكون عن جميع أسماك بيحب الأرض الرملة أو الأرض التيني، ما فيها صخر لا يحب الصخر ولا يحب المرجان الشعبي أبدا.
طلاطم مو ممنوع اكل اكل هيك، وبعدين عشان خاطر تشتغل بقوه الربع بالضعف ده على اي شعبات مدنيه او اي ثغر مش موجوده. اما لازم الحرص انها تكون ارض طينيه، لازم تكون ارض طينيه او رمليه بدون اي عود. هذا الكوفة وهذه النشلون هي 2 انش وضعيفة، يعني بأي اقواع واي مرجان تكسر على طول. نعم فدائما تحرصون الى شوف الحلقة ذي قالوا على اي مرجان ولا حقي يقص. فدائما يحرصون الى الارض الطينية، ارض نظيفة، ارض نظيفة ما فيها مرجان ما فيها قصار، وهم مع حماية البيئة البحرية، وراح نشوف ان شاء الله. جوهرة الصباغة 3، والصيد راح يكون عن طريق الجر الخلفي بالكوفة. كل طرق الصيد يعني كفكرة متشابهة، بس اللي يحددها اللنجات نفسها والمراكب. عملنا حلقة في اسبانيا في بالما دي مايوركا، بس الحجم اطول، بس الفكرة واحدة. هذا الجالي وهناك في جالي، هناك على الكيابل، هني راح نكون على احبال، هني كوفه تقريبا تمتد الى 43 متر، والعرض يحدده فتحه الجالي وقت ما ينزل، وهو يتحكم في الجالي هذا. ينزل في ارض طينيه، شرط الصيد الربيان يدورون ارض نظيفه ما فيها لا قصار لا مرجان، عشان يحافظ على البيئة وهم يحافظ على معداته اللي هو متمثل في الكوفة عشان لا تقص معاهم. وراح نشوف ونبدي بالخطوات أول ما نوصل إلى منطقة الصيد، صيد الربيان. انضمت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية فترة صيد الربيان اللي تمتد من أول شهر 1/8 إلى 1/1 من بداية السنة الجديدة، تقريبا فيها يمكن 6 أشهر تقريبا، وإحنا الحين في آخر القفال يعني إن شاء الله كلها يومين وقفل الموسم. الله وكلنا على الله ونزلنا الكوفة ونشوف الجالي نزل. طبعا الجالي هو الوزن اللي ينزل تحت ويصك القاع، يصك القاع تقريبا. راح ننزل الكوفة على عمق 13 متر تقريبا. طرق صيد الربيان في داخل دولة الكويت بواسطة شباك الجر الخلفي، او مسمى حاليا نسميها الكوفة. الكوفة عبارة عن شبك مفروض بشكل تكون من الجالي، هي مثل
يصير ثقل او وزن يركز الخوفة ويخليها شوي خليها مفتوحة. والجناح اللي يصير جانب الخوفة ممتد لاخر شيء للكيس، الكيس اللي يتجمع فيه الصيد الربيان. الجالي راح يكون على القاع وهو اللي راح يلامس الطين، الارض الطينية او الارض مستوية تحت، وراح يكون امتداد الكوفة مسموته تقريبا 43 متر، وعرض من الجالي الى الجالي 4 متر. وهذه الطريقة اللي تتم فيها عملية صيد الربيان. بالنسبة حق رخص الصيد المسموح لها ممارسة الصيد بواسطة الجر الخلفي داخل الكويت ما يقارب 77 رخصة قائمة تكون في عملية صيد الربيان، بالإضافة إلى تم السماح حق سفن الصيد اللي رخصها مو جر خلفي للخروج المياه الاقتصادية وصيد الربيان. نشكر اتحاد الصيادين الكويتي على كل ما يقدمونه في مساهمتهم وتنسيقهم وترتيبهم لما يخص الصيد، ونشكر صاحب اللنج حسن الصباغة على توفيره هذا اللنج في حلقتنا اليوم. كابتن سامح وبحارته حالفين علينا ما نطلع اليوم الا متغدين معاهم كأننا قاعدين في بلدهم. بعد 3 ساعات الحين بنرفع الكوفة وبنشوف صيدنا، والله يوفقنا إن شاء الله.
عبد الله ماسك حبل السر وهذا الصيد في حلقتنا اليوم. يلا ابو عبد الله. يلا حيا احمد حلان سند. الصيد منوع، في ربيان وفي شنعد وفي بزلقان وفي شعم، منوع الصيد طبعا. اللي يحتاجونه ياخذونه، واللي ما يبونه راح يردونه البعض. هذا الربيانة، هذا منعيرة، وهذا اللي جينا عشانها في هالعلقة. انت شايف السمكة زي دي مرتبط صغير لسه حية طبعاً. حية طبعاً سلطان إبراهيم. والله يعقوب حبينا نشكركم، مثل بياتك والطاقم اللي ما قصر معانا في هالرحله، وبيض الله وياك. الساعة المباركة، انتم اللي مشكورين وما قصرتوا، ومشكورين على مجهودكم. احب اشكر البرنامج والطاقم كامل، ومسي على مشاهديكم، وكذلك شكرا لتوضيح الصوره كامله، وتوضيح كامل الاجراءات المتخذه من قبلنا او من قبل الثروه السمكيه. وتشوفون الاحداث والصيد على ارض الواقع. مشكورين وما قصرتوا، يعطيكم العافيه. ختام حلقتنا ومع صيدنا اليوم ولله الحمد، طلع معانا في الطرحة الويبية شنعدة زائد مزلقان وشعم وسلطان إبراهيم وأسماك أخرى، وطبعا الربيان أكيد. طبعا نشكر الكابتن سامح وحارته، ونشكر أبو عبد الله والطاقم المعان مهندس موسى وداود ومنيح والخفر السواحل واتحاد الصيادين. نشوفكم على خير ومع السلامة.